HS Engineers. Go with the professionals. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحب بطلبتنا الغاليين طلاب الوطن العربي العزيز. وإن شاء الله النهاردة هنشتغل في الديناميكس عن الإمبالس أند مومنتم. ده شابتر 15 في كتاب هيبلر، كتاب اللي هنشتغل منه كتاب هيبلر. طبعا ممكن تكون كتب أخرى يعني مشابهة لنفس المسائل. العبرة إن أنا هشتغل يعني مبادئ عامة للمادة بغض النظر عن الكتاب وبغض النظر عن المسائل. انا حتى شلت ارقام المسائل علشان ما اتضايقش الطلبه من اي اصدار. هو الاصدار انا شغال فيه دلوقتي اصدار 13، ولكن في بعض المسائل اصدار 12، ربما بعض المسائل مثلا شويه يتغير الاصدار. فاحنا هنشتغل على الموضوع كمبدا، يعني هنشتغل ان شاء الله النهارده في الامبالس والمومنتم. يعني ايه مومنتم؟ الاول عندنا مثلا جسم اهو كتلته ام وبيتحرك بسرعه اسمها في. فالمومنتم بتاعت الجسم ده، المومنتم بتساوي ايه؟ مش هكتب رمز لاني يعني الرموز كتير بتختلف من كتاب لكتاب، فاحسن نشتغل كده نقول المومنتم بيساوي ام في في. فالمومنتم واحد اللي قبل يعني هتكون ام في واحد. مومنتم اتنين يعني ايه بقى واحد واتنين؟ دي بفرض ان احنا عندنا جسم اهو، ادي وضعه الاولاني كان في واحد طبعا ام، هنا صار في اتنين، بس طبعا لسه الام ما بقتش ام اتنين ولا حاجه، مفيش ام اتنين. ليه؟ نتيجه ان في فورس اثرت عليها في زمن مقداره تي، فتحرك من هنا لهنا وسرعته اختلفت، بدل ما كانت في واحد بقت في اتنين. طبعا ممكن يبقى في فريكشن مثلا ولا شيء، بس خلينا نتكلم الموضوع الاول يعني شكله السيمبل. انا عندي الامبلس معناها ايه؟ امبلس، وفي الغالب الكتب بيرمزوا لها بالرمز اي، ممكن الرمز يكون مختلف مش مشكله. اف في تي لو الاف ثابته، لو الاف بتتغير مع الزمن يبقى تكامل الاف دي تي. طيب انا عندي مومنتم قبل اللي هو ام في واحد، مومنتم بعد اللي هو الام في اتنين. طيب ايه العلاقه بين الاثنين دول؟ هقول ام واحد ام، مفيش بقى واحد ولا حاجه، بس بقول انا ام في في واحد زائد الامبلس. كل الامبلسز ممكن تكون نتيجه فورس نتيجه فريكشن بتساوي ام في في اتنين، او ممكن نقول كده ام في في واحد زائد تكامل الاف ضد دي تي بيساوي ام في 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 2 اللي هو السرعه بعد الامبلس مسار. ده القانون اللي هنشتغل عليه. لو في فريكشن هيبقى الحته دي فيها اف دي تي وفيها ماينس اللي هو الاف ار في الدي تي برضه تكامل. طب لو كان مايل في ام جي ساين لتحت. لو كان مثلا حاجه طالعه لفوق يبقى في ام جي لتحت. يبقى لو عندنا جسم طالع لفوق مثلا فورس اهو وفي ام جي لتحت، فالامبلس بيساوي ايه هنا؟ بيساوي اف ناقص ام جي في تي. لو كانت الفورس دي ثابته، الاف الام جي ثابته بس الفورس ممكن تكون ثابته ممكن تكون بتتغير بالنسبه للزمن. فلو ثابته اف ناقص ام جي، لو متغيره يبقى تكامل. طب الكلام ده لو كان يعني راسي. طب لو كان مايل، هنشوف دلوقتي مسائل كتير قوي نحلل يعني كل اللي احنا خدناه في الشباتر السابقه هينطبق يعني المبادئ بتاعته هنا في شابتر 15. الشابتر ده في الغالب شابتر 15، فانا مش هكتب عليه شابتر 15، ممكن كتب اخرى تكون يعني ارقام اخرى. يقول عندنا 2.5 كيلو جرام بلوك از جيفن، يبقى في بلوك اهو، البلوك ده بلاش القلم الاسود، 2.5 كيلو جرام. ماله البلوك ده؟ از جيفن ان انيشال فيلوستي 3 متر على الثانية. طيب بس البلوك ده عبود اب ا 45 سموث سلوب، يعني البلوك ما هوش كده لا، يعني خلينا بقى نرسم صح. كان كده اهو البلوك ده، خدوه كده وحطوه هنا،
بلاش ده، فحاطط هنا 2.5 كيلو جرام، وخد سرعة بيقول لي 3 متر على الثانية. طب والزاوية دي كام؟ 45 درجة. طيب وهو طالع بقى ايه اللي بيعكسه؟ اللي احنا اتفقنا اذا طالع لفوق بيعكسه ام جي كاملة، اذا كده بيعكسه ام جي ساين، ام جي ساين ثيتا. طبعا ام جي كوساين كده مالناش دعوة بيها دي، لان عمودية على الحركة ما تعملش حاجة، ويقابلها عندنا حاجة اسمها ان اللي هو رد الفعل. اللي بيعكس لي ده مفيش فريكشن، لان قال لي سموث سلو. Determine the time for it to travel up the slope before it stops. يعني تيجي هنا ويروح واقف. فعايز التايم قد ايه من هنا لغايه هنا؟ يبقى احنا عندنا ايه؟ كميه تحرك في الاول اللي هي ام في. طيب وبعدين اللي بيعاكسني فورس في زمن، هو سيدنا على الزمن، وهيوقف كميه التحرك النهائيه بصفر. يعني ام في واحد زائد القوه ثابته، فاكتب اف في تي على طول، اف ضرب تي. مش لازم اعمل تكامل. تكامل لما يكون الفورس بتتغير مع الزمن بتساوي ام في في 2. تعال نطبق. الفي 2 بصفر فده كله راح. الام 2.5، الفي 1 هو طالع ب3. طيب زائد الفورس بالسالب، لان الحركه كده موجبه اهي. ده الاكس موجب. طيب احنا الحركه موجبه، الفورس عكسها، اللي معانا موجب ولا ضدنا سالب، يبقى سالب ام جي ام في جي 9.81، ده الفورس في ساين ثيتا، ساين ثيتا اللي هي 45 في التي اللي هي المجهوله اللي هو عايزها يساوي صفر. طبعا ممكن اودي دي من الناحيه الثانيه واقسم ده على ده، وممكن ادخلها بالاله واخلص. يعني هعودكم على ان استخدام الاله قد يكون افضل. 2.5 في 3 ناقص 2.5 في 9.81 ساين 45، نقفل القوس، الفا اكس اللي هو المجهول، شيفت يساوي صفر. طبعا انا قلت يلا سيب بعده صفر مره ثانيه. طبعا الناتج صح، بس خلينا طبعا نكتبها كده اهو، وفي الاخر اقول ايه؟ شيفت، لا مش شيفت بقى، الفا يساوي صفر. كده كتبت المعادله بالظبط، وبعدين اقول شيفت كالك بس اقول يساوي. طيب طلع الجواب زي ما انتم شايفين، التي بتساوي 0.432 سكند. يبقى محتاج الوقت ده عشان يقف. بيقول لنا ذا 12 ميجا جرام، يعني الماس 12 في 10 اس 6 جرام. الميجا 10 اس 6 يعني 12 في 10 اس 3 كيلو جرام. احنا عايزينها اصلا بكيلو جرام. is capable of taking off، يعني قادرة على ان هي تقلع vertically from the deck، من سطح الشب السفينة. if its jets exerts بتبذل a constant vertical force، يبقى الاف عندنا 150 كيلو نيوتن، يعني 150 الف نيوتن. on the plane determine its velocity and how high it goes، يبقى طالب ايه؟ طالب الفي النهائية. طبعا الفي الابتدائية بصفر او الفي واحد بصفر، لان تيك اوف كان واقفه وبعدين بدات تتحرك. الفي 2 هو بيسالني على الترم اتس فيلوسيتي اند هاو هاي، وطالب كمان الدلتا واي قد ايه، ولما الزمن بيساوي 6 ثواني. ام في 1 زائد مين اللي معايا؟ اللي معايا 150 الف نيوتن لفوق، ناقص مين اللي ضدي؟ الام جي اللي هي 12000 في 9.81، كل ده مضروب في الزمن اللي هو قال لنا 6، يساوي 12000 في الفي 2. وندخلها قلنا بالآلة، طبعا ده بصفر لأن كان ثابت. تعالى نقول كده، فتحنا قوس 150000 ناقص 12000 في 9.81، اقفل القوس ضرب 6، ألفا يساوي 12000 الفا اكس، بس كتبت المعادله بالظبط وقلت شيفت سولف وقول يساوي، فطلع الفي 2 ب 16.14، وحده السرعه متر على الثانيه. ده المطلوب الاولاني. المطلوب الثاني طالب قد ايه الارتفاع اللي طلعه؟ احنا عارفين من شابتر 12 ان الدلتا واي بتساوي طالما عندنا الزمن في نوت زائد في نهائيه على 2 في تي. طيب الفي بتلاقيها بصفر،
النهائي لسه مطلعينها 14 ولا 16.14 والتيب 6. فالرقم ده اقسمه على 2 واضربه في 6 فطلع الجواب 48.42 متر. يبقى الفرق في دي عندي ايه؟ هنا كان مايله في ام جي ساين، هنا الرأسيه الحركه الرأسيه، فعندنا الفورس ناقص الام جي. بيقول لنا ذا ترين كونسيستس اوف 30 ميجا جرام انجن اي، الاي دي 30,000 كيلو جرام. بعدين and cars A, B, C which have a mass of 15,000 كيلوغرام، 10,000 كيلوغرام، يعني الميجا 10 أس 3 كيلوغرام، ميجا جرام 8,000 كيلوغرام. طيب بيقول يا سيدي respectively if the tracks provide attraction force، يعني قوة جر of F، مدينا الإف هي 30 كيلو نيوتن، on the engine wheels determine the speed of the train، عايز سرعة القطار كله عند 30 ثانية. احنا قلنا M V1 زائد قوة ثابتة F F T. هنا ما عنديش بقى أي حاجة تاني غير القوة، ما عنديش لا وزن متحلل ولا أي حاجة، ولا جابس ما جابش سيرة الفريكشن. starting from rest طبعا يعني الفي دي بصفر يساوي M V2 طبعا M total ده بصفر والفورس 30,000 ضرب التي اللي هو 30 ثانية يساوي مجموع الكتل 30 45 55 63,000 كيلو جرام في V2. إذا V2 بتساوي 30,000 واحد اتنين تلاتة ضرب 30 يساوي 63,000 ألفا إكس وشيفت كالك. فطلعت السرعة 14.29 او 14.3 متر بير سكند. ده المطلوب الاولاني. كتبت بس معادله المومنتم مع الامبلس وعوضت فيه، لان طبعا بدا من الصفر وانتهى بحاجه مجهوله وجمعت الكتل، درست الجسم على بعض. كمان يقول لي فاين ذا هوريزونتال كابلنج فورس ات دي، النقطه دي بين هنا وبين هنا. لازم افك بقى طالما طالب حاجه في كابل في لينك في سترات في كيبل في واير، لازم اقطع between the engine A and the car A، يعني بين هنا وبين هنا، يعني اما ندرس الجزء ده او الجزء ده. الجزء هيكون فيه فورس، هيكون فيه الفورس وهيكون فيه التي، هنا هيكون فيه التي بس، فندرس الجزء الاسهل ده. طبعا طلع نفس الجواب هنا 15 25 33 الف كيلو جرام. فهقول كده ام في 1 زائد اف اف تي يساوي ام في 2، ده بصفر يعني بدأ من الصفر. هنا ما فيش الا تي في 6، لا في 30، 30 ثانية بتساوي 6 في السؤال اللي فات 33,000 في السرعة اللي احنا حسبناها 14.29. اذا التي بكام؟ اضرب ده بده على 30، الرقم ده قدامي فيه 33,000 تقسيم 30 فيطلع 15,000، يعني 15.71 كيلو نيوتن. كده خلاص خلصنا. بس يعني لو حبيت تأكدوا من هنا 30,000 طبعا ممكن أدرس أي واحد، بس طبعا ده أسهل. هقول كده ام في 1 زائد اف اف تي يساوي ام في 2، ده بصفر لأني بدأ من السكون. هنا عندنا اف ناقص تي، الاف ب 30,000 ناقص تي والزمن قلنا 30 يساوي الكتلة هنا عربية اي 30,000 والسرعة 14.29. طبعا نفس الكلام هيطلع هنا اهو، شوفوا كده. هقول 30,000 ناقص تي اللي هو المجهول يعني ضرب 30 وادي اللي يساوي، كتبت 30,000 ضرب 14.29 واقول شيفت كالك، شيفت كالك او سولف يعني، لازم طبعا يطلع نفس الجواب اللي هو 15,710 او يعني 15,000 يعني تقريبا نفس الشيء 15.7 كيلو، صح 15.71 كيلو نيوتن. بيقول ذا 28 ميجا جرام، يعني الماس ب 28,000 كيلو جرام. بولدوزر از اوريجينالي اترست، في البدايه يعني الفي واحد بكام؟ بصفر.
طيب والتي اللي هنا ب 4 ثواني ديترمن اتس سبيد وين تي بتساوي 4 سكند اف ذا هوريزونتال تراكشن قوه الجر اف فاريز ويز تايم از شون ان فيجر. عندنا قوه جر بالكيلو نيوتن وهي من صفر لغايه 20 ثانيه ومدينا معادله ليها الاف بتساوي ايه؟ اوضحها لانها مش واضحه. 4 ناقص 0.01 تي سكوير كيلو نيوتن. طيب معناه يلا نقول لو بدأ من السكون ام في 1 زائد تكامل هنا غصب عني لأن الفورس فانكشن في الزمن ناقص 0.01 تي سكوير طبعا أضربها في 10 أس 3 لأنها كيلو نيوتن. كل الكلام ده دي تي يساوي ام في في 2. طب تعالى نعوض ده بصفر اللي بدأ من السكون. كل حاجة عندنا هنا إلا الفي 2. الأول تعالوا نجيب الحتة دي نجيبها إزاي بالتكامل هنا من صفر لغاية 20 هجيبها بالآلة هقول تكامل وافتح قوس 4 ناقص 0.01 ألفا إكس سكوير في 10 أس 3 في 1000 يعني ضرب 1000 والتكامل من صفر لغاية 20 بس كده أقول يساوي هيطلع رقم. طلع الرقم أهو أقسمه على مين؟ الرقم ده مش لازم أكتبه أقسمه على 28000 يطلع السرعة. إذا ال V2 بتساوي 1.9 متر بير سكند. نتأكد تاني تكامل 4 ناقص 0.01 ألفا إكس تربيع من صفر لغاية 20 من صفر لغاية 4 من صفر لغاية 4 مش لغاية 20 والزمن 4 لخبطنا بينها وبين السؤال اللي فات لغاية 4. طيب ونحط هنا 1000 قبلها أو في الآخر أو نسيبها كده ولما يطلع نضربها في 1000 طلع رقم أضربه في 1000 وأقسم على 28000 طلع الجواب 0.135 متر على الثانية. يبقى احنا كنا ناسيين ايه؟ كنا كاتبين من صفر. هو انا شفت 20 من الرسم بس هو ديترمنت سبيد وين تي بتساوي 4 ثواني. يعني هو راسم لنا 20 بس طالبها عند كام؟ طالبها عند 4 ثواني يعني في حته هنا كده مثلا. المفروض ناخد الاريا دي، الاريا دي اريا اندر ذا كيرف. طيب مش هتاكد منها كمان مره عشان ما تكونش حاجه غلط. وطبعا لو في حاجه غلط انا هراجع بعد قبل ما ارفع الملف هراجعه مره ثانيه. بس 4 ناقص 0.01 الفا اكس تربيع. بس كده مظبوط من صفر لغاية 4 طلع الجواب ضربت في 1000 وقسمت على 28000 فطلع والله قدرت مرة مش مظبوط يبقى 0.564 متر على الثانية. إن شاء الله ده الجواب الصحيح يعني مظبوط. ف وطبعا هتأكد لو قبل ما أطلع الورق هرجعهم تاني. The 50 kilogram block is hoisted بيترفع up the incline using cable. ده كيبل يبقى في كيبل هنا عمال يرفع الصندوق ده. And motor arrangement shown. The coefficient of kinetic friction يبقى في فريكشن لتحت اهو. يعني خلينا نرسم الصندوق احسن كده. في تي هنا فورس وفي فريكشن فادي الحركه كده وفي كمان الوزن ام جي ساين ثيتا وفي كمان الميو في ام جي كوساين ثيتا معروف ام جي كوساين اللي ده ام عكسها هنا ام جي كوساين ثيتا. يبقى احنا عندنا تي بيشد لفوق وعندنا حاجتين بيعكسوه 0.4 ده الكوفيشنت اوف فريكشن وبعدين السرعه الابتدائيه في نوت بصفر ده 50 كيلو جرام عند زمن صفر ومديني التي بدلاله الزمن وعايز سرعته عند هنحط المعادلة هنا بس كل موضوع فيها تكامل. يبقى احنا عندنا ام في 1 زائد تكامل التي دي تي ناقص الحاجات بقى اللي هي ثابتة ام جي ساين ثيتا في التي ناقص الميو ام جي كوساين ثيتا في التي ده امبلس عكس يساوي ام في في 2 بس مش اكتر من كده. يلا نعوض بقى فيها الام بكام؟ ب50 طبعا السرعة الابتدائية كان قال لنا برقم 2. طيب ده تكامل هجيبه من صفر لاتنين
والتي بتاعتنا مدينا معادلة ليها 300 ناقص ولا زائد 120 جذر تي، هحطها بالقلب. الام قال لنا ب 50، الجي ب 9.81، الزاوية 30 درجة، التي قال لنا 2، الميو بوينت 4، الام جي الام بقولنا 50، 9.81 والزاوية 30. With our best wishes.